الفقره ديال التغذيه ومعنا ابتسام امدي اخصائيه في الحميه والتغذيه. صباح النور ابتسام. صباح الخير سناء. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. اذا نواصل حديثنا حول المطاعم المدرسيه. نذكر المستمعات والمستمعين بالموضوع اللي ديناه البارح طبعا اللي هو الموضوع المطاعم المدرسيه والاهميه ديال اطلاع الاباء على المنيو وفين كيحطوا ولادهم واش كياكلوا ولادهم لان مهم حيت ديك الماكله هي الاساس ديال طبعا الحياه ديال داك الطفل اللي كيولي هو رجل المستقبل. تفضلي. الوغ البارح كنا هضرنا على لاحظنا على انه بزاف ديال المطاعم المدرسيه كيديروا الاكل اللي كيقدموا للدراري هكا ولا التلاميذ في المدرسه في المطعم كيكون كيتبازا على الاكل اللي هو غني بالدهون. يعني لاحظنا على انه كل بريس كل تقريبا كل نهار كيكون شي حاجه مقليه. الا ما كانش المقليه راه كاين اكله سريعه. كاين دائما شي حاجه غنيه بالسكريات كما شفنا انه الديسير معمر ما كيتعطى قليل بزاف فين كيتعطى الفاكهه طازجه كيف ما هي. دائما شي حاجه محوله غنيه بالسكريات. ولاحظنا على انه كخلاصه خدينا كمثال داك المدرسه الخاصه هنايا في الرباط خدينا المنيو ديالهم وشفنا داكشي اون ديتاي شنو كيعطيوه في الشهر كامل. ولاحظنا على انه كخلاصه القيمه الغذائيه يعني نفع اللي غينفع هذا التلاميذ هاد الاطفال اللي كياكلوا في المدارس قليل بزاف الوغ كل السعرات الحراريه كثيره بزاف والاضرار اللي كتجي من هاد النوع من الاكل حتى هو كثير. يعني المطاعم كتهمل القيمة الغذائية في سبيل أن يوفروا الأطفال داكشي اللي كيعجبهم. المهم عندهم أن الواحد يجلس ويأكل ويشبع باش يشبع ولا شنو كلا ماشي مهم. ألوغ اللي كنبغي نحضر منه هو أنه الخطاب اللي كيتجلى في هذا النوع من الأكل اللي كيتعاود. إحنا ما كنهضروش على الواحد اللي كياكل مرة ولا جوج لا إحنا فايتة جوج خطوات في السيمانة. يعني كما شفنا البارح في ذاك المنيو ديال ديك المدرسة تقريبا كل نهار عندهم شي حاجة مقلية وعندهم شي حاجه غنيه بالسكريات شي حاجه غنيه بالدهون. الوغ هنا كيكون اول مشكل كيعانيو منه الاطفال هو كاين الخطر انهم يتصابوا به هو مرض السمنه. الوغ هنايا السمنه وكنشوفوا على ان بزاف ديال الاطفال عندهم هذا المشكل زايدين في الوزن ولا كاع عندهم السمنه. وكاين مثلا اللي تقول لا انا ولدي كياكل كل نهار داك الشيء مقلي وعرفتي كي العود ما كيغلطش. الوغ هنا ولا ما تفرحيش حيت ماشي معناه انه ما غلطش يعني راه صافي ما عندوش مشكل. ماشي الغلط والرق هو اللي كيدير لنا الفرق. راه كاين اللي كتلقاه كيلعود ولكن عنده الكوليسترول حتى في السماء طالع عليه الكوليسترول بزاف. دونك في الشكل راه باين ليك الولد راه مزيان مي الداخل ديالو ما تعرفيش شنو كيوقع ليه. وما يمكنش انه شي طفل ولا حتى شي واحد كبير كياكل كل نهار المقلي كل نهار حاجه اللي دام كل نهار العوام ديال السكر ويكون ما عنده حتى شي مشكل او لا ما عمر الله يحفظ ما يوقع ليه شي مشكل. ضروري ما حدو دوك السموم كيدخلوا ليه للذات راه نهار على نهار واحد النهار غادي يبان له شي مشكل في الصحه ديالو. كاين مرض اخر اللي هو السكر الديابيت كيكونوا معرضين ليه الاطفال بزاف بهذا النوع من الاكل حيت كي قلت لك عمر السكر عمر المهم ما كاينش واحد التوازن في الغذاء. يعني عادي يكون عنده السكر وزيد على ذلك انه الاطفال دابا ما بقاوش كيتحركوا بزاف كل شيء زاد على ذلك ان والديهم كيعطيوهم حتى هما مثلا اللي بيسكوي كيعطيوهم داكشي يزيدوا وعاد زيد راه غادي يرجع في الليل للدار عاوتاني ماما شويه الفريز عاوتاني ها هو الساندويتش عاوتاني يعني نفس الشيء. كاين المشكل عاود ديال الكوليسترول كيطلع الكوليسترول للدراري غادي يتصب على الشرايين ها هو جا مرض القلب فهمتي دونك مع المده هذا الشيء غادي وكيتزايد باش ضروري نردوا البال لوليداتنا لهذا مرض مرض غادي يجيب مرض اخر. كاين مشكل اخر ديال هذا الاكل غير صحي ملي كيكون الولد كيكون ولف على انه ياكل بزاف ديال الدهون بزاف ديال السكريات بحال كيوقع ليه واحد الخلل في السلوك الغذائي ديالو. كيفاش هو كيولي داك الميكانيزم اللي كيقد لينا شي حاجه سميتها شبعت وشي حاجه سميتها فيها الجوع بحال كيتخربق عنده هو ما كيبقاش عنده مقاد. يعني ولي كياكل كميات كبيره حيت ما بقاش عارف شي حاجه سميتها فيها الجوع ناكل شبعت ستوب ولا مثلا حتى كياكل كميات كبار عادي كيحس براسو راه صافي راه عاد شبع صافي قنع من ديك الماكله واش فهمتي. دونك هذا مشكل اخر. كاين المشكل ديال وهذا حتى بالنسبه للكبار كيوقعوا في هذا المشكل هو ديال السرطان الله يحفظ. وكي قلت لك انه من بين الاسباب اللي اللي كثير عند اللي سببت في انه يكون عندنا بزاف ديال الناس مصابين بالسرطان في هذا الوقت هو انه ماكلتنا عامره
جيده قليله فيها الخضره وسورتو الخضره اللي طازجه ما طايباش يعني لي سالاد كروديتي ولا هادي قلال اللي كياكلوهم كاين قلال عندنا الفواكه وقلال عندنا الالياف الالياف اللي كنلقاوها في الخضره كنلقاوها في الفواكه النيس كنلقاوها في النشويات كنلقاوها في القطنيه دونك من كناكل انا اكل غني بسكريات الدهون وسكريات وقلال فيه هاد اللي كيكتك الخضره والفواكه كيكون مع واحد معرض ليتصاب بامراض السرطان دونك قلت لك حنا ما كنهضروش على انه هادشي ممنوع 100% مي الولد بغى ممنوع ياكلو ديما 100% جوج قرات في السيمانه ما فيها باس مي الافضل مره في السيمانه مي كنهضروا حنا على كل نهار في المطعم المدرسي مضطر الدري انه ياكل في هذيك في المدرسه دونك من كيلقى راسو اللي حطوا ليه راك ياكل هو باش غادي يعرف هادي صحي ولا ما هادشي صحي دونك هو في والاكل الصحي مهم بزاف في الفتره ديال الطفوله وفي الفتره ديال المراهقه حيت هو اللي كيدير الفرق ما بين انه داك الولد اي كبر وعنده هو بصحه مزيانه او لا يكبر وهو معرض بزاف ديال الامراض وفي الاكل الصحي اللي كيلقى الطفل شكون ما كيحتاجو من اجل النمو ديالو من انه يبقى بصحه جيده لا ذهنيا ولا جسديا دونك بدا الشيء كان زعما كنتمنى من المسؤولين انهم يوضوا البال لهذا الخلل هذا في الاكل ماشي مهم اللي مهم عندنا يغلبوا الرغبات ديال الاطفال ويهملوا التوازن الغذائي لا نهتموا اكثر بانه كاين واحد التوازن الغذائي ما كانتش مثلا كيديو مثلا دي زاتوليي بحال هكا الدراري الصغار كاع اللي عاد بادين ورشات يتعلموا مثلا شنو هو الاكل الصحي شنو بيني وبينكم المفروض يعني في هاد لي زيكول ضروري يكون معاهم اخصائي في التغذيه ماشي طياب شي واحد كيطيب ما كرهناش تكون حصه او على الاقل يتكونوا الاطفال عرفوا شنو هو الاكل الصحي وتحبب ليهم باش يمشيو لديرهم تلافين انهم ياكلوا ماكلة والديهم خصوصا اذا كانت كيفاش ياكلوا يتعلموا شنو هما انواع الاكل والاكل الغالب يدي صغار عارفين الاكل شي انواع الاكل عارفين كاين الخبز كاين عارفين اللحم جميع انواعه كاين الخص وكاين المطيشة والفريت واش فهمتي هادشي اللي كيتكرر ليه هو كل نهار هادشي اللي عارف ما عرفش كاينين حوايج اخرين ممكن يتكالوا يتعلم مثلا كيفاش يدير التوازن شنو الفطور مياد الفطور كيفاش خاصني نفطر الغداء التوازن ديال الغداء العشاء نفس الشيء لو غوتي وحتى اذا ما كانش حصه الاطفال على الاقل هادوك المسؤولين اللي كيكونوا المسؤولين على المطبخ ولا السيد الطباخه ولا الطباخ لان هذاك الطباخ والطباخه راه كيكونوا كاين اللي كيقلبوا ما كيكونوا ما عارفينش يقلبوا عليهم غير البنه وسهله بالتالي وكيستعملوا المواد طبعا اللي كيضيفوا ابتسامه نقول لك شكرا العفو وغنخليو غدا ان شاء الله غنتو على الاباء الدور ديال الاباء باذن الله الرحمن الرحيم مشكوره ابتسام امادي على التواصل ديالك معنا غدا ان شاء الله غنوصلوا معاك الحديث والاشاره في ابتسام يعني غتبقى تكون معنا كل اسبوع في الشهر باش غتحدث معنا على طبعا التغذيه دائما والحميه والمشاكل الصحيه اللي كترتب عن خلل اذا كان في التغذيه شكرا لك ابتسام